طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين. رحلة التجوالر لرصد الرياضات النسائية وأبرز فعالياتها ما زالت مستمرة في برنامج رياضة المرأة. حلقة هذا الأسبوع مميزة بمجموعة من المواضيع والمحاور التي نستعرضها في سطور العناوين التالية: 100 لاعب يدشن كأس الشارقة الدولية للشطرنج، فتيات الجزائر يتوجن بلقب البطولة العربية الجامعية الأولى، نصائح لإنقاص الوزن وإظهار الرشاقة ضمن مهرجان الصحة، أمل وائل لاعبة تنير دروب المجد في ملاعب الكرة. قبل الدخول لخوض محاور حلقة الليلة بالنقاش، أرحب بضيفتي الصحفية في مجال الرياضة الأخت أمل إسماعيل. نرحب فيك، أنا سعيدة جدا بتواجد معنا اليوم في رياضة المرأة. أنا أسعد وأرحب فيك وبالسادة المتابعين، إن شاء الله يا رب نقدم حلقة تفيد رياضة المرأة، وخاصة أنه برنامجك من البرامج المميزة اللي حصلت على جائزة المونديال القاهرة الأخير، فألف مبروك لك عبر الهواء. ايضا اسمحي لي اعزي الاسره الاعلاميه الرياضيه بوفاه زميلنا العزيز والاخ الغالي حمد الابراهيم عن طريق قناتكم، نعزي الاسره الاعلاميه الرياضيه بشكل عام والاسره ايضا. نضم صوتنا لصوتك، الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين. مشاهدينا، ابرز الاحداث الرياضيه التي جرت هذا الاسبوع في الاماره الباسمه، فبرعايه كريمه من الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافه وتنميه المعرفه، نظمت الهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه ومؤسسه الشارقه لرياضه المراه ملتقى قيادات العطاء الرياضي، والذي يجمع 35 قيادية تمثل اللجان النسائية في الاتحادات الرياضية. هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على العلاقة بين مشاركة المرأة في المجال الرياضي واستقطاب الكفاءات النسائية التي تسهم بشكل كبير في دعمه ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الرياضي النسائي. أمل، ملتقى كهذا الملتقى شو أهميته يعني بالنسبة للرياضة بشكل عام؟ بشكل عام الملتقيات في أي مجال مش بس في الرياضة فيها احتكاك جميل بمختلف الأشخاص والفئات والمسؤولين والأعضاء، كلها بتعمل روح من التعارف، من الفائدة، الاحتكاك بشكل عام مفيد. استضافته على أرض الإمارات هذا إضافة أيضا للرياضة النسائية وتأكيد لمدى أهمية الرياضة النسائية ومدى الدعم سواء في الشارقة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في الإمارات، والشيخة فاطمة بنت هزاع، وأيضا سمو الشيخة جواهر القاسمي. في دعم كبير للمرأة بشكل عام، بدليل أنه إحنا قاعدين نقيم بطولات كثيرة نسائية وأيضا ملتقيات، هذا كله يدل أن المرأة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وأن رياضتها هي رقم واحد. أمل، البارحة نحن يوم كنا موجودين في الملتقى كنا نسمع أكثر شيء أن يبون يغيرون نظرة المجتمع للرياضات النسائية. نحن لين الحين نقول أن يعني نظرة المجتمع حق الفتاة بشكل يعني مثلا في رياضة كرة القدم يعني بعدها يبالها أن مثلا يغيرون نظرتهم، شو رأيك في هذا الشيء؟ أنت لاحظت أنه أغلب المتحدثين رجال؟ كيف؟ يعني أغلب المتحدثين رجال صح، والمتواجدين أيضا رجال. هذين المرأة صارت هي الشاغل للرجل بشكل عام في الرياضة، يعني إحنا لما نشوف الحضور رجال ويتحدثون بها والقيادات الموجودة في الدولة هي اللي تدعم المرأة، معناته إحنا مستقبلنا في الرياضة بخير، وإن رياضة المرأة بخير رح تقدم إنجازات أكثر، ورح نتواجد كإداريات وكلاعبات وكإعلاميات شاء من شاء وأبى من أبى. لما تكون القيادة العليا هي الداعم الأول وهي اللي تبرز رياضة المرأة وهي اللي تقدم حتى بناتها، يعني إحنا لاحظنا الشيخة ميثة بنت محمد يوم أكيد. الشيخ محمد يوقف جنب بنته ويقدم لها الجائزة أو يكرمها ويخليها تخوض هالمجالات، هذه رسالة واضحة من القيادة لكل العالم وأيضا للمقيمين على أرض دولة الإمارات، ندعموا بناتكم ودخلوهم المجال، وأن الرياضة خير للبنت، وأنها مرحلة أنه إحنا لسه مجتمعاتنا تقبلتها أو لا، هذه مرحلة إحنا تعديناها في داخل المجال، يعني أنا كإعلامية تعديت المرحلة هذه، أيضا اللاعبات ما عاد بننتظر انه المجتمع يتقبل او لا يتقبل، راح تستمر رياضه المراه وراح نستثمرها اكثر وراح تثمر ثمار خير. شو تعني الرياضه النسائيه عندنا في الخليج بشكل عام؟
احنا مبدئيا دخلناها من باب انه الاتحادات الدولية كانت فارضة انه وجود منتخب سيدات، وهذا بدليل انه احنا بدأنا بالمنتخبات قبل الأندية، وتحديدا في الإمارات وبقية دول الخليج. لما تفرض الاتحاد الدولي هذا الشيء على الدول، الدول صارت من باب انه كقانون، لكن الحين الموضوع تعدى هالمرحلة، الحين صار اسلوب حياة، اسلوب حياة للفتاة نفسها. اي اتحاد ما عنده رياضة للمرأة هذا اتحاد فقير، وخلنا نقول انه يخالف توجه قيادات الدولة. احنا في الخليج مرحلة الرياضة النسائية تعدت مراحل كثير، تحديدا خلنا نتكلم في الامارات. الامارات قاعدة تقدم لاعبات، اداريات، حكمات على مستوى عالمي، واقول عالمي وانا واثقة، لاني لما نقارن تجربتنا بغيرنا احنا قاعدين نحارب عادات وتقاليد واشياء كثيرة. يمكن الدول الاخرى او الدول الاوروبية ما بيحاربوا الاشياء اللي احنا نحاربها، اذا نحن في المقدمة وراح نوصل لابعد من كده ان شاء الله. امل، الكثير من اللاعبات عندهم يفتقرون الثقافة العامة في الرياضة، نحن كيف يعني شو مدى اهمية تلك الثقافة للاعب المحترف؟ يعني هل اللاعب المحترف لازم تكون عنده ثقافة في الرياضة بشكل عام؟ إمام، بشكل عام الثقافة الرياضية فيها فقر عند اللعيبة ايضا، مش بس عند اللاعبات، الاداريات، الاعلاميات ايضا. خلنا نكون واقعيين وصريحين وما نجامل بعض، احنا عندنا اعلاميات ما يعرفوا الف باء الرياضة، عندنا لاعبات، عندنا ايضا شباب، عندنا رجال في هالمجال ما عندهم الثقافة الرياضية. لما نتكلم عن الثقافة هي تشمل الجميع ولا نخصصها عن المرأة فقط، اللي يبغى يدخل هالمجال لازم يتسلح بالثقافة. اللاعبات عندهم رهبة مواجهة الكاميرا، وهذا لاحظناه في أكثر من تغطية. أيضا أنت أكيد أجريت لقاءات مع لاعبات، يعني من يشوفون الكاميرا بالنسبة لهم شيء وايد كبير، أنه شو بنقول، شو يعني كيف بنتكلم عن اللعبة، يعني أنا استغرب من هذا الشيء وايد. المصيبة مو هنا، المصيبة بتكون إدارية ما عندها هالشيء. عندنا إداريات مميزات طبعا، وأيضا عندنا البعض القلة اللي ما عندها الثقافة أو فن مواجهة الإعلام. أيضا الثقافة واحد وفن مواجهة الإعلام هذه نقطة تانية، في ناس مثقفين ولكن أمام الكاميرا تلاقيهم ما يعرفوا يتكلموا كلمتين، فهذا موضوعين مهمة، الثقافة وفن مخاطبة الإعلام. إحنا نفتقرها أيضا عند الشباب مش بس عند السيدات. أنا بكون شوية عنصرية ومنضمة للبنات، إنه مش إحنا بس البنات عندنا هالمشكلة، لا حتى الرجال عندهم طبعا. أنا بدخل الملاعب وبسوي لقاءات مع اللعيبة ومع بعض الإداريين، أنا أتفاجأ إنه اللاعب ما يعرف يقول كلمتين على بعضها، حتى وإن كان عنده ثقافة لكن عنده رهبة. صح، نحن نتمنى أن تكون عند اللاعبات ثقافة عامة عن هذا كل الشيء، راح يكبر ويستمر، يعني راح يتطور في حاله احنا دورنا يجي كاعلاميات انه نقدم لهم هذا الدعم، انه نعمل لهم نفس الدورات فن مخاطبه الاعلام، مواجهه الجمهور. هذه لازم احنا نكثف شغلنا فيها، عشان لما يروحوا يغطوا بطولات برا او يروحوا يشاركوا في فعاليات برا يجي اعلامي من دوله اخرى يسالهم، فيكون عندهم ثقافه. صح، ان شاء الله يعني يكون عندنا هذا الشيء ان شاء الله. كالعادة تواصل إمارة الشارقة دعمها للرياضة النسائية، وهذه المرة تنظم النسخة السابعة لبطولة كأس الشارقة للشطرنج، والتي تعتبر من أهم البطولات النسوية بالدولة، لذلك تحرص معظم لاعبات ونجمات اللعبة على التواجد وبصورة سنوية في هذا الاستحقاق الدولي المهم. نتابع. الرقعة الشطرنجية تعود من جديد لتنطق بالحدث، فتستقطب حولها أكثر من 100 لاعبة يمثلن 15 دولة جاءوا من بقاع الأرض طمعا في لقب دولي لبطولة كأس الشارقة الدولية السابعة للشطرنج للسيدات، تحت رعاية كريمة من الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي ستبدأ تحريك بيادقها اعتبارا من 18 وحتى 26 من الشهر الجاري على صالة كلية التقنية بالشارقة، والتي ستشهد إعلام دول روسيا، فرنسا، مصر، أوكرانيا، الأردن والكويت، بالإضافة لدولة الإمارات. طبعا نادي الشطرنج ينظم هذه البطولة للمرة السابعة بالتوالي، وهاي البطولة يعني هي تشجع وتدرب وتأهل اللاعبات عنا على أساس أنه يعني يخوضون بعض البطولات الداخلية المحلية وبعض الخارجية. طبعا هذه السنة نحن لجنة التنظيم كانت مختلفة من ناحية الرعاية، والجهات المتعاونة معنا والشراكات كانت بشكل أكبر. والشيء الثاني اللي هو أكبر تغيير عملنا، اللي نحن عملنا معرض مصاحب، لأن شفنا أن هاي الجاليات جاية من برا البلد حابة أن تشوف ثقافة الإمارات العربية المتحدة، فنحن تعاوننا مع مثلا مع مؤسسة شروق اللي عندهم الشخصية اللي هي ربوع، على أساس أن تتفاعل مع الجمهور
الجمهور وعندهم بعض الـ 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 الملصقات أو الدفاتر اللي تعبر عن إمارة الشارجة، فهذا أنهم يأخذون معاهم كذكرى، وهي بعد فرصة لتبادل الثقافات يعني. طبعا هالسنة راح العدد راح يكون أكبر عن كل السنوات الماضية، حوالي راح يكون 100 لاعبة من مختلف الدول. طبعا عندنا 15 دولة مثل أرمينيا وأذربيجان وفرنسا وسريلانكا وبنغلاديش ومصر والكويت وعمان وغيرها من الدول. عندنا 6 جي ام ومن جي ام، وعندنا 8 ومن اي ام، يعني معناته ان البطوله راح تكون وايد قويه ولعب بيكون وايد جدا ممتاز ان شاء الله. فهالبطوله عندنا شيء جديد غير عن كل البطولات اللي سابقه، ان احنا راح نسويها 2 جروبس، جروب اي جروب بي. جروب اي راح تكون حق الومنز حق السيدات واللي اعمارهم من 14 وفوق، وطبعا البنات اللي راح يكون اعمارهم اقل من 14 بيكونون في جروب بي. راح يكون عندنا نقل الكتروني، يعني اذا حد حاب انه يطالع البطولات اللي ياسين نلعبها بس يدش على موقع الانترنت ويشوف اول 10 طاولات فقط. تظاهره شطرنجيه نسائيه جديده تضاف الى انجازات اماره الشارقه الرياضيه، هدفها تعزيز مفهوم وثقافه لعبه الفكر واعداد جيل رياضي محترف نحو العالميه. ما شاء الله أنت إلى جانب أنت صحفية أيضا أنت حكمة في كرة القدم، أيضا عضو الاتحاد في عضو الاتحاد الآسيوي وعضو في اتحاد الشطرنج، صح ولا في شيء زيادة؟ عضو اللجنة النسائية في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وعضو اللجنة الإعلامية في اتحاد الشطرنج في دولة الإمارات. ما شاء الله. أمل، كونك عضو في الاتحاد النسائي للشطرنج، وين وصلنا في هاي اللعبة بالمقارنة بالدول الأخرى؟ احنا كلنا عارفين ان اللي يبغى ابن دولة لازم يأسس الانسان من عقلة، يعني العقول هي التي تبنى الاوطان. احنا قاعدين نستثمر عقول ابنائنا برياضة الشطرنج، وهذا الشيء انا من الناس اللي ايدته في دخوله في المدارس. الحين الشطرنج يدرس في مدارسنا، وهذه نقلة نوعية جدا مهمة في دولة الامارات يشكر عليها اتحاد الشطرنج بقيادة سعيد المقبالي. سعادة سعيد المقبالي الخطوة اللي سواها في الشطرنج ودعمه الكبير لرياضة الشطرنج خلى المسؤولية اكبر على الشخص اللي حيكون متولي الاتحاد بعده. أندية الشارقة وبقية أندية الشطرنج قاعدة تقدم دور كبير وقاعدة تدعم اللعبة. هاللعبة اللي وصلت مراحل أنا أعتبرها من أكثر الاتحادات اللي وصلوا لمراحل متقدمة من خلال استضافة البطولات ومن خلال أيضا إنشاء جيل عاشق للعبة. وجوده في المدارس هذه أول خطوة، التأسيس دائما في أي رياضة في العالم التأسيس أولا. أنا مع الناس اللي ندعم أي رياضة من خلال المدرسة. الحين إحنا وصلنا لمرحلة ما أقدر أقول إنها متوسطة بل جيدة جدا. الحين احنا قاعدين نستضيف بطولات عالمية، احدى البطولات المقامة حاليا في الشارقة وغيرها ببقية دولة الامارات. عندنا اطفال قاعدين يحققوا بطولات عالمية، روضة السركال على سبيل المثال اصغر رئيسة لجنة حاليا. هذه اللعبة بعد كم سنة شو حتشوفيها؟ قريب حتشوفها رئيسة اتحاد، يعني انا اتوقع هالبنت في عمر قريب راح تكون اول رئيسة اتحاد للشطرنج في دولة الامارات، وان شاء الله يكون هذا الشيء. أنا سعيدة بوجود هالأسماء وهالشخصيات وهالإنجازات اللي قاعدة تتحقق، يمكن لأني في هاللجنة عارفة شو الوضع اللي قاعد يصير وكيف إحنا قاعدين ندعم اللعبة بطريقة سليمة من المدرسة وننطلق. أمل، كيف نحن نصقل المواهب للوصول إلى لقب أستاذ دولي نسائي؟ الثقافة طبعاً في البداية، دائماً الثقافة مدام بنيناها في المدارس معناته احنا راح نكمل وراح والأساس نوصل. من المدارس لازم في أي لعبة في العالم كرة صح. القدم وغيرها والأكاديميات قاعدة تشتغل الحين على هالشيء، لكن في دول سبقونا كثير. الشطرنج بدأ في المدرسة، لكن مع الوقت ومع الممارسة ومع تقديم الدورات والاحتكاك مع الدول الأخرى من خلال هالبطولات، أغلب اللعيبة لما أسألهم شو استفدت من هالبطولة يقول لي أنا احتكيت مع لاعب من أرمينيا، رئيس الدولة نفسها هو لاعب شطرنج. يعني الدولة لما تدعم من نفسها من رئيسها اللي هو يحب هاللعبة يدعمها بشكل مختلف، فيقول لي أنا الاحتكاك فادني كثير. أيضا الفتيات لما أسألهم
روض السركال طفلة في هالعمر لسه ما وصلت العشر سنوات قاعدة تحتك مع ناس أكبر منها بعمر وبخبرة وبممارسة، هذا كله راح يضيف لها وراح يزيدها. الخبرة تلعب دور كبير إلى جانب الثقافة، خاصة الاحتكاك. إذا نحن مثلا لعبنا ويا دولة ثانية نحس يعني نحن نكتسب منهم مثلا، يمكن أنا أسي شيء غلط بس يعني أتعلم منها، يعني مو بغلط أني أنا أتعلم، مش مهم الإنجاز قد ما مهم الخبرة والاستفادة. هي. مرات نشارك مش لتحقيق البطولة وإنما للفائدة. صح. أمل، شو مدى أهمية استضافة هاي الأحداث الكبرى عنا؟ الخبرة منها، أنا قلت لك إنه الاحتكاك مهم. إحنا لما نستضيف داخل الدولة هالبطولات، هذه رسالة للعالم إنه إحنا كدولة داعمين لهذه اللعبة، إحنا نحترم هاللعبة وعندنا الإمكانيات لاستضافة مختلف البطولات العالمية في مختلف الرياضات، إن كان شطرنج أو كرة قدم أو رياضات المعاقين وغيرها. الإمارات وصلت لمرحلة إنها الأولى في التنظيم، وهذه بشهادة الاتحادات الدولية والآسيوية، إنه أي بطولة تقدم الإمارات ملف المشاركة لتنظيم هالبطولة يوافق على طول. هذه نقطة تحسب لدولة الإمارات لدعمها الكبير والسخي جدا في مختلف الرياضات. أكيد. استضافتها هذه مثمر لنا من هالجانب إلى جانب الاحتكاك والفائدة. نحن نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في هذه البطولة إن شاء الله. 300 طالبة من 6 جامعات تنافسوا في البطولة العربية الجامعية الأولى التي تقام في العاصمة أبوظبي. التفاصيل في التقرير التالي. 300 طالبة من 6 جامعات خضن منافسات الدورة العربية الجامعية الأولى على مسرح المعهد البترولي بالعاصمة أبوظبي. الإثارة والتحدي كانا عنوان المنافسات التي ضمت كرة الطائرة السلة وخماسيات كرة القدم، وكانت فتيات الدولة على العهد بهن في النزول حيث اكتسبن ثقة المنافسة من أجل الفوز، وهو ما كان واضحا في منافسات كرة السلة والتي تمكن فيها فتيات الإمارات الدخول لأدوارها النهائية واللعب أمام المنتخب الجزائري العنيد. وبعد مباراة مثيرة كان التفوق فيها لفتيات الصحراء الجزائريات ليحتل الإمارات المركز الثالث في الترتيب خلف الجزائر، بينما حصل لبنان على المركز الأول. الحمد لله، يعني أنا أشكر اللاعبات أنهم ما قصروا بصراحة بهالأداء، وأنهم لعبوا ضد فريق جدا قوي، وبصراحة نحن ما كنا مستعدين هذاك الاستعداد لأن جتنا البطولة فجأة، بس الحمد لله أنا يعني أشوف المستوى الحمد لله يعني في تحسن. التجربة كانت وايد حلوة، طبعا هي أول سنة بطولة الجامعات تصير، أول سنة في دولة الإمارات، وراح يتم استضافتها بعد سنويا، خلاص راح تكون كل سنة موجودة في دولة الإمارات. البطولة كان فيها منافسات وايد قوية، يعني نتمنى السنة الجاية يكون في فرق أكثر. يمكن هالمرة الوقت ما أسعف الإدارة إنها الاتحاد العربي إنهم يبون فرق كافية، بس أنا متأكدة إن السنة الجاية بيكون في فرق أقوى وأكثر إن شاء الله. صحيح، إحنا يعني قدمنا أول شيء نشكر دولة الإمارات وأبو ظبي اللي يعني درتنا هذا المنافسة هذه، وين يعني رانا في استقبال ديالنا استقبال يعني رائع، وين لقينا روحنا يعني في وضع هايل يعني الحمد لله، وين قاموا بنا المباراة نظرا المباراة كانت يعني شيقة، ولو يعني الفريق تاعنا كان شوية يعني شوية فايقهم في كما نقولوا احنا كانوا ملاح شويه عليهم في شويه فيزيك، ونقولوا احنا اللياقه البدنيه كانت شويه فايقه على الفريق الاخر، وين قدرنا نجريو شويه بالكرات وين قدرنا نديروا، ولكن يعني الفريق تاع الامارات فريق يعني الله يبارك عندكم فريق جيد، يعني فريق تاع ابو ظبي تمكنا من يعني معرفه دول اخرى ومعرفه اللاعبات، وكانت هذا كانت استضافه جيده، استقبال جيد، دوره رائعه يعني. وعن مباراة اليوم يعني استطعنا أن نرجع في الدورة وتعويض مباراة البارحة بالخسارة، لأنه البارح كان ما كنا في يومنا، ما كانت عادتنا نلعب هكاك. سو اليوم استطعنا أن نعود في المباراة، وكانت مباراة في المستوى. نشكر لاعبات الإمارات على اللعب، أيضا نشكر فريقنا. نجاح الإمارات في تنظيم الدورة العربية الجامعية الأولى يؤكد أنها دائما ما تتميز وتبدع في تنظيمها لمثل هذه الدورات، والاهتمام بالأنشطة الطلابية المحببة والهادفة بالعنصر النسائي، والتي من خلالها تعرف العالم بالمرأة العربية.
طبعا مبارك للمنتخبات الفائزه في هاي البطوله. امل نحن انا في نظري يعني نحن ما زلنا على المستوى الجامعي نبعد المسافات، هل السبب انه قله المنافسات المحليه ولا انت لاحظتي كيف الفتيات كانوا مبسوطين بالمشاركه مع انهم ما حققوا انجاز؟ لكن اللاعبه الاماراتيه اللي توها طلعت قالت انه احنا فرحانين بالمشاركه وانه في تنافس وانه السنه الجايه حيكون في تنافس اقوى. صار عند اللاعبات تعطش للمنافسه، المنافسه القويه الجاده. اتوقع انهم ملوا من انهم يلعبوا مع بعضهم وعرفوا مستويات بعضهم وصارت اوراقهم مكشوفه. لما تشاركي مع دول اخرى وانديه ومنتخبات ومع لاعبات وصلوا لمراحل جدا متقدمه، يعني انت قاعده تلعبي مع الجزائر مع المغرب، افريقيا بشكل عام وصلوا لمراحل في الرياضه النسائيه يعني جدا 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 متقدمه. في فرحه للمنافسه وفي شغف ورغبه لهالشيء. انا اتوقع انه مجرد انه احنا استضفناها وشاركنا هذه خطوه لقدام كثير تقدمنا. اصلا الاحتكاك بحد ذاته يعتبر انجاز. واحنا رجعنا لموضوع المدارس الجامعات التاسيس من داخل المدارس والجامعات، احنا قاعدين نصدر للمنتخبات، احنا نقدر نطلع محترفات من الجامعات صحيح ونصدرهم للمنتخبات يعني لدعم اللعبه. امل كونت صحفيه يوم دخلتي هذا المجال كان صعب في مجتمعنا يمكن الخليجي، شو الشيء الصعب اللي يوم انت دخلتي الملعب شو نظره المجتمع حقك؟ رجعتيني لورا كثير. الابتسامه وراها قصه قصص الكلام حيطول في هالموضوع لانه اعطيني المختصر اني انا بعرف. شوفي انا كانوا يخوفوني من الجماهير، انا لقيت الجماهير متقبلين. يعني انا دخلت ملاعب السعوديه الجمهور السعودي كان مرحب ترحيب رائع. احنا في الخليج نحترم المراه وهذه النقطه ما نقدر نختلف عليها ابدا، مستحيل احد يقلل الاحترام في المراه داخل الملعب. نحن يعني احنا مدللات ويحترموننا بشكل مش طبيعي، وهذا الشيء نقطه انا استغليتها لمصلحتي داخل الملعب لاني مؤمنه انه المراه في الخليج مدلله ولا احترامها. لكن اكثر شيء اكثر 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 شيء صدق من قلب اقوله يعني نرفزني وكان يغيظني كان الاستخفاف بامكانياتك. يعني انا ما انسى اول بطوله غطيتها كان كاس الخليج في اليمن 2010، هذه اول بطوله خارجيه. كان احد الصحفيين في صحيفه عكاظ السعوديه، انا ما انساها الشخص، كان يوقف وراي على الكمبيوتر يبي يشوف انا شو اكتب. واحدى الانديه في دوله الامارات اول ما دخلت المركز الاعلامي كان مستغرب انه انت شو دخلك هنا، انت مكانك هناك روحي عند الجمهور قسم العائلات. فنفس الشخص هذا يوم خذيت جائزه الشيخه فاطمه كافضل اعلاميه رياضيه نفسه كان موجود في الحدث وكان يصفق لي. فانا لما اشوف اني انا مستمره وباقيه وقاعده احقق اشياء ترضيني انا قبل ما ترضي احد ثاني، واشوف نفس الاشخاص اللي كانوا واقفين في طريقي في البدايه الحين هم يصفقوا لي، احس بالرضا عن نفسي. يعني احنا نشوف ان النظره بعدها ما زالت ضيقه في المجال الرياضي النسائي في الخليج، ما عاد صارت ضيقه زي قبل. انا اذكر اول ما دخلت الملاعب سواء في السعوديه او في الامارات ما كان في احد، الحين صرت ادخل صار في بنتين ثلاثه. القنوات طبعا موجودات الاعلاميات من امثالك طبعا وزملائنا في القنوات الاخرى في دبي وابو ظبي ما شاء الله عليهم، يعني في اسماء برزت ولمعت ولها اسمها وتاريخها. لكن انا خلني اتكلم من ملعب اللي هي الصحافه الرياضيه، وفي الملعب داخل ما كنت اشوف بنات، كنت انا البنت الوحيده مع الشباب. الحين اشوف بنت بنتين وهالشيء كثير يسعدني وان شاء الله اشوف اكثر، بس بدء المصورات اكثر اتوقع. صح. المصوره غزت الملاعب قبل الصحفيه. لا ان شاء الله بنشوف صحفيات وبنشوف اعلاميات في الملاعب. انا مستبشر خير لانه بدات الاسماء تطلع وهذا شيء مره يسعدني. انا جدا جدا احس بالفخر والسعاده يوم اشوفهم وادعمهم ترى، لانه بصدق احس اشوف نفسي اول ما دخلت. صح. الأدوار المجتمعية أحد أهم الأهداف التي تسعى جميع الهيئات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة لتحقيقها، ومن هذا المنطلق وبتعاون مثمر بين مؤسسة الشارقة للإعلام وشرطة الشارقة شهد مهرجان الصحة 2016 نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. نتابع. لم يخطئ من قال إن السعادة في الصحة، وبدون الصحة تختفي الابتسامة. بهذه الكلمات كانت الحملة التوعوية التي خصصت لجعل الصحة تاج فوق الرؤوس، والذي تبنتها مؤسسة الشارقة للإعلام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتحت شعار سعادتك في صحتك، وذلك عبر العناية بالصحة واعتبارها المفتاح إلى دنيا السعادة. وهذا المفتاح يبدأ بالتشيك الدوري لحالة الجسد خلال مراحل التطور البدني، مما يفيد في سرعة علاج المشاكل الصحية قبل أن يستفحل دائها فيكون الإنسان عبدا لها لا سيدا عليها. فالمرأة التي تبحث عن طرق الحفاظ على بدنها ورشاقتها
عليها أن تبادر بقطع الطرق الصحيحة لتحقيق الهدف، فتتجنب تعاطي الأدوية التي روج عنها في إنقاص الوزن وإظهار الرشاقة، فقد تكون تلك الأدوية لا تناسب الطبيعة الجسدية التي تختلف من امرأة لأخرى، وبالتالي عليها الفحص الدوري ومتابعة الإرشادات والنصائح من أهل الاختصاص لتضمن صحة تؤدي إلى السعادة لا صحة تدخلها لعالم الأمراض. كشكل عام المرأة الحامل الصحة مطلوبة تهتم فيها بشكل مهم، لأنه تحمل جنين بداخلها، يعني شخص آخر مطلوب تهتم بصحته أكثر من أي شخص ثاني. لذلك بعض الأكلات أو بعض الفيتامينات كشكل عام لابد المرأة تلقائيا تحصل عليها من أول ما يكون هناك حمل للمرأة، على سبيل المثال فيتامين دال، الحديد، البي الفوليك أسيد، هذا من الفيتامينات المهمة جدا لوقاية الجنين من بعض الأمراض اللي ممكن تكون مستعصية أو مزمنة على المدى البعيد. من ناحية الرياضة والأمور هذه، بعض النساء للأسف عندما تكون حامل تفضل دائما الراحة التامة، وهذا شيء غير مطلوب. لابد أن يكون هناك بعض الممارسات الرياضية لبعض الأنشطة، لا شك غير تكون مجهدة أو متعبة للمرأة، ولكن كشكل عام تكون تحافظ فيها على الوزن المناسب، تكون عندها اللياقة، صحة القلب، كذلك وقاية من مرض السكري اللي بيكون مصيب للمرأة بدون ما تشعر في هذه الأمور. قد يكون المرأة سليمة ما عندها أي مرض للسكري، ولكن خلال الحمل يظهر عندها مرض للسكري، لذلك لابد من الكشف الدوري لمرض السكري المرأة خلال الحمل وكذلك ما بعد الولادة. حقيقة الأنثى أو السيدة أكثر محطة اهتمام في إنزال الوزن واتباع نظام صحي. ليش؟ لأنه الأكل اللي هو المصدر الأساسي للسمنة وزيادة الوزن فيما يتجاوز الحد الطبيعي قد يتحول عند الرجل إلى كتلة عضلية، لأن الكتلة العضلية عند الرجال أكبر منها عند السيدات. لذلك إذا أخذت السيدة نفس الكمية اللي يأخذها الرجل قد هي مرجح أكثر أنه يزود عندها الوزن من الرجل. ليش؟ لأن الكتلة العضلية عندها أقل. رياضة تكمل الغذاء والغذاء يكمل رياضة، هم يتعاونوا مع بعض عند اللي يتبع نظام غذاء، اللي يتبع اللي بده يحافظ على وزنه ويتمتع برشاقة وصحة لازم يجمع بين الاثنين، نظام الغذاء له 50% والرياضة لها 50%، ما ممكن إهمال طرف من طرف. بالنسبة للمرأة الحامل معروف أنه عندها يصير في الجسم قليل من الاضطرابات الهرمونية، فهذا يؤدي إلى حصول بعض أمراض اللثة، زيادة نسف اللثة وبعض المشاكل اللثوية. هنا لابد من العناية الزائدة في صحة الفم والأسنان، لذلك لابد من عيادة طبيب الأسنان وزيارته عدة مرات خلال فترة الحمل لتقليل التهابات اللثة ونسف اللثة وتخفيف المشكلة الصحية التي تحدث لدى المرأة الحامل بتنظيف الأسنان، العناية الزائدة، زيادة تنظيف الأسنان، زيادة استعمال الخيط السني بين الأسنان، استعمال المضامض الفموية، إزالة طبقة الجير، طبقة الكلس كل فترة، فهذا يخفف التهاب اللثة ونزف اللثة الذي يحصل خلال فترة الحمل. بالفعل الصحة تاج على الرؤوس، ومن أراد أن يرصع بهذا التاج فلا يهمل الصحة ولا يتجاهل الرياضة. أمل تتفقين وياي بأن الرياضة سعادة؟ دائماً الرياضة سعادة للنفس وسلامة للجسد. أكيد. إلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نشكر ضيفة البرنامج الصحفية أمل إسماعيل، نشكرك على تواجدك معنا اليوم. شكرا لكم. الوعد يتجدد معكم الأسبوع القادم، وإلى أن يحين الموعد نستودعكم الله.